احنا مبارك بامس جايتنا تمرقنا من الدار اللي كانت اصلا مرهونه عليها واللي صبرت علينا جزاها الله خيرا اللي تقعدت تصبر علينا من الصبر سبب ان تقاعس خلاصهم والله ما قدرنا نخلصهم لان احنا عندنا مولي مشاكل مع الدوله الى برك ما فات انحلت الى اليوم وكانوا هم مولي لا يترجعوا انهم الى انحلوا قدروا يخلصوا منها احنا ما يقد يعود يطبق علينا القانون ولا يطبق لنا القانون مشاكلنا مع الدوله الاولى منها قضيه ترابنا في السكوك اللي ما زالت الى اليوم محصوره قاربنا لا باط نجبروا جواب من عند الدوله فيها بتنكتبنا مده عامين وشي لهذه الحكومه بدون جواب يسوى شنو عندنا حكم مقبوض لنا عن الهيئات القضائيه كامله وهبت لهم اللي من يوم من دولارك عاد سنتين مصدق وكل شيء وقاربنا مولي وخلص لنا والله يعدل لنا فيه ذليالته يعدل لنا هذو المشاكل لو كانوا نحلوا لنا والله رأينا معاهم شيء ما نعودوا في الحالة اليوم رأينا في المبدية بين اللي تطبيق علينا احنا القانون هو وتطبيق لنا القانون يبان مستحيل في البلاد.